مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل الكريم كراميل. الحقيقة طريقته في منتهى السهولة، مجرد خلط المقادير ونحطه في الفرن على طول. المقادير بتاعتنا دول 3 كوبايات لبن كامل الدسم، 7 بيضات، كوباية سكر اللي هخلطها مع البيض، وكوباية ونص سكر هعملهم الكراميل. اخلطهم بحوالي نص كوباية مية او ممكن اقل. بحب اضيف القرفة عشان تضيع زفرة البيض، هي والفانيليا، فانيليا معلقتين صغيرين والقرفة نص معلقة صغيرة. بكون مجهزة القوالب بتاعتي. انا ممكن اعمل في قالب واحد كبير، ممكن قوالب صغيرة. احطه في صينية، الصينية دي هحطها في الفرن. ونفس القوالب دي بحط لها فوطة، بحط فوطة تحت كده. ليه بحط الفوطة؟ عشان خاطر ما يسخنش من تحت، وبعد كده اصب مية عشان تبقى في حمام مية واحطها في الفرن. تعالي نشوف ازاي هخلط المقادير. اول خطوة اعملها لازم اعمل الكراميل الاول، وبعد كده ابتدي اخلط البيض واللبن. وانا بعمل الكراميل اخلي بالي انه ما يتحرقش، لانه لو اتحرق هيغير من طعمه. بعد ما يبقى لونه بني بس اطفي عليه على طول واصبه في القوالب. استنى بس لحد ما الفقيع دي تروح واصبه على طول، بس ما سيبوش يبرد، لازم احطه وهو سخن. ابتدي اصب شوية في كل قالب. الخطوة اللي بعد كده قبل ما ابتدي اخلط المقادير لازم اولع الفرن، وفي نفس الوقت اغلي المية اللي انا هحطها في الصينية. البيض ابتدي الاول اضيف عليه السكر والقرفة والفانيليا واضربه الاول، وبعد كده اضيف اللبن. بعد كده ابتدي اضيف اللبن. بعد كده ابتدي اصبه في القوالب. اللبن اللي انا استخدمته لازم يكون دافي مش سخن، دافي يعني طالع من التلاجة وبدرجة حرارة الغرفة، او ممكن لو طلعته من التلاجة ممكن اسخنه حاجة خفيفة كده. البيض نفس الطريقة، لازم اكون طلعته قبلها بفترة. ابتدي اصبه في القوالب. وبعد كده احط المية اللي انا غليتها، المية لحد مثلا نص القالب كده، وبعد كده احطه في الفرن. هيقعد تقريبا ساعة او ممكن اقل، لان دي قوالب صغيرة، قالب كبير هيقعد اكتر، يعني ممكن اقل من ساعة. زي ما احنا شايفين الكريم كراميل استوى، خد بالظبط 45 دقيقة على درجة حرارة 350 فهرنهايت او 180 درجة مئوية. اول ما استوى طلعته من الفرن وسبته يبرد خالص. لو مستعجلين ممكن نحطه في حمام مية ساقعة فيبرد، ما اقدرش اقلبه وهو سخن، لازم يبرد خالص وبعد كده اقلبه. هقلبه ازاي؟ عشان اقلبه هجيب سكينة وفي الاطراف افصل الاطراف بتاعته. ونزل السكينة لحد تحت. بعد كده اجيب طبق تقديم ونحطها عليه كده. بعد ما قلبته برضو صبيت عليه الكراميل اللي في القالب ويتقدم بالشكل ده. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.